شوبينج سار اهلا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين، ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، أوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها، لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers الأصلي، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا. بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر تياب كتير، وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر الثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه $60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثلهم مثل البنات، من هيك صار في مكانات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها $30 هي مكان تحليقها بتشتغل على البطاريات، شغلتها تشيل الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها لكذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب والسوارف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينان، من المنخار أو الجسم مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا حلاق تبعكن. $30 بس توصل لعندكن فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. بدكن بس تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هير ريموفر يلي بتشتغل على الخيط، وهيك بطريقة كتير سهلة بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد إن كان بالوجه، الحواجب والجسم. ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلة إزالة الشعر. هير ريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بضاين مدة طويلة كتير. هير ريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيديكن، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هير ريموفر وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هير ريموفر صار فيكن توفروا على حالكن وجع عملية إزالة الشعر وحتى جروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات أداية الشعر بتسببون. ومش بس هيك، رح توفروا مصاري لأنه بس ب $32 رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة أنتو بالبيت ومن دون ما تزوروا صالات التجميل. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكن ب $32 بس فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $34 وللدوبل فيتراج ب $70، والأهم أنه مكفول لمدة سنتين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية وين ما كنتوا بلبنان. صار فيكن تحضروا الايس كريم على الطعمه يلي عبالكن اياها بطريقه كتير بسيطه وسريعه مع ايس كريم ميكر يلي سعرها بس $68. هي مكنه لصنع البوظه بالبيت بطريقه سهله، والاهم انه كتير هيلثي لانه فيكن تعملوا بس من فواكه بلا ما تزيدوا عليها حليب او سكر وتصير اتسم. لتستعملوها بدكن تفتحوا الغطا من فوق، تنزلوا الفواكه يلي بدكن، وهون بدي الفت نظركن انه فيكن تحطوا نفس النوع او تشكلون ورا بعض حسب كيف بدكن تقدمون، وهيك بينزل عنا اطيب بوظه للتقديم بوقت كتير سريع. اكيد الفواكه كلها بدها تكون فروزن او مفرزه، حتى اذا عبالكن تدسموها اكثر فيكن تكسروا مع الفواكه بسكويه او تحطوا حبوب شوكولا او يلي بدكن اياه. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، واحصلوا على ايس كريم ميكر ب $68 فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. لكل يلي عندهم حيوانات اليفه بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم، بننصحهم بالبت جرومينج جلوف.
هالكف بينظف الحيوان الأليف وبيعمل له مساج وبمشط له وبره وبشيل له كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف الخفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارل على الفوتاي أو على التخت. بد جرومينج جلوف صغير ومفعوله كبير فيكن تحصلوا عليه الواحد ب 18 دولار والاثنين ب 28 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تصلوا على بس سلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا ببس سلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.